السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. زي ما عودنا حضراتكم قبل كده إن إحنا بنسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمع، وكان معانا إيجابية بقى لها حوالي أسبوع أو 10 أيام. عايز أقول لحضراتكم رد الفعل كان رائع رائع جدا جدا جدا، سواء من الطفل، سواء من الصغير، سواء من الكبير، من كل أطياف المجتمع. كان معانا ندى، أهلا وسهلا. وكان معانا منة، أهلا بحضرتك. وكان معانا رحمة. أهلا بحضرتك. طبعا نورتوني طبعا مرة تانية، وطبعا برحب بالزميلة سمر عبد الله. أهلا وسهلا بيك يا سمر. أهلا بيك يا عمر، وأهلا بيك يا أحلى بنات في الدنيا. ميرسي. هنتكلم بقى عن ردة الفعل بعد الحلقة الأولى اللي كنتوا معانا هنا. إيه اللي حصل بقى؟ ردة الفعل كانت قوية جدا. إزاي كانت قوية جدا؟ إن كان بطريقة مبسوطين جدا جدا جدا، وكان أهلي بجد كان رد فعلهم قوي جدا. إزاي؟ عندي 6 أم بابا كان رد فعلها قوي جدا. جدتك؟ اه 6 أم بابا، تمام. كان رد فعلها قوي جدا. إزاي؟ إن هي من كتر إن هي فرحانة طلعت زغرتت زغرتت بجد. وعندي 6 أمي ماما من برضه هي فرحانة جدا جدا جدا، كانت بتعيط. يعني بنقولها بتعيط ليه؟ بتقولي ده مو الفرح. بجد كان مبسوطين جدا جدا جدا، وانا بشكرهم جدا جدا جدا. وكان بلدي كلها كانت عمال فخورين بيكم، بيقولوا شرفتونا شرفتونا بجد. احنا يعني كمان بصراحه كنا فخورين بيكم، وانا مبسوطه النهارده جدا ان انا يعني اشوفكم في هو المجتمع، لان انا شفتكم المره اللي فاتت زي الجمهور كله زي ما شافكم. فالمره دي انا مبسوطه ان انا شفتكم تاني. بجد انا برحب بيكم جدا. انتوا مثال كويس جدا للبنات، ولازم نتعلم منكم حاجات كتير. انا نفسي اتعلمت منكم. اول حاجه وانا قاعده كده قلت الثلاثه دول اكيد اكيد باباهم امامتهم معلمين، واتفاجئت ان الاثنين معلمين، لان طريقتكم في الشرح ممتازه ممتازه بجد. يعني انتوا اتولدتوا لقيتوا ما شاء الله نفسكم مدرسين، بتعرفوا تشرحوا. انا فهمت منكم، والاطفال اللي قاعدين معايا فهموا منكم، فانا حبيت ان انتوا تكونوا معانا بجد. ومستر عمر مرحب بالفكره جدا ان احنا ننشرها اكتر ونعرف هتوصلوا لايه. ولحد دلوقتي انتوا وصلتوا لايه؟ شكرا جزيلا. هنعرف بقى من منا بقى، هي صاحبة الفكرة وصاحبة القناة وصاحبة كل أيوة حاجة، يعني. واللي جاية النهاردة بتقول أنا مظلومة. طبعا كله كان مبسوط، ولقينا ردة فعلها جامدة جدا، وكان كل فخور بينا جدا جدا. كان أهل بلدي، وكان يعني زي ما قالت لك كانت 6 أم ماما كانت بتعيط من الفرحة. مركز أطفيح في الجيزة صح كده؟ آه. بنوجه لهم كل الشكر طبعا من هنا. طبعا عايزه مصر توصلنا للمليون، ان احنا محتوانا هادف ومحتوى محترم. انا بس طبعا بتتكلمي عن قناه اليوتيوب الخاصه بيه؟ تعليم اللي هي تعلم ايه؟ معنا وين البنا. تعلم معنا وين البنا. تمام. طبعا اول حاجه كده انا بشكر جدا جدا مدرسيني في مدرسه البرومبل الجديده الابتدائيه، وطبعا مدير المدرسه استاذ مختار، وخاصه استاذ اللغه العربيه بتاعي استاذ احمد عبد الصمد. انا بوجه له كل الشكر، كل يعني انا عايزه اشكرك جدا ان هو كان واقف جنبي وكان بيشجعني وكان بيحفزني. كان بيشجعني جدا جدا على تقديم الحاجه احسن واحسن، وكان يعني بيخليني اقدم الحاجه احلى. ممتاز. انا عايزه اسال ندى، انتوا ازاي دخلتوا الفكاهه والتمثيل في الحاجات التعليميه؟ انا اتعودت اشوف يعني الف باء مش عارفه ايه، انتوا ازاي بتمثلوا وقدمتوا محتوى يضحكني؟ والله والله طول ما انا قاعده بتفرج عليكم انا بضحك، زائد ان انا بتعلم. يعني اتعلمت نحو، اتعلمت حاجات كتير. ازاي اتعلمتوا ده؟ ومين اللي وجهكم ان انتوا تعملوا الفكاهه دي؟ ده كله بفضل ماما ما شاء الله، انا بحييها بجد بجد بجد. بسم الله بفضل الله اولا. بفضل الله اولا، ثم ماما. ثم ماما طبعا. انا اتعلمت حاجات كتيره جدا جدا من القناه دي. اتعلمت اول حاجه الثقه بالله والثقه بالنفس، وتعلمت ان انا اواجه الصعوبات ما استسلمش دوما. وبابا وماما دايما بيشجعوني زي جنبنا دايما قوي. وزي ما قلتي ماما هي اللي مخترعه كل ده الصراحه. انا بحييها بصراحه. احنا طبعا بنقدم زي ما طبعا كل عارف. طب هو ممكن بقى بعد اذنك، بعد اذنك بقى احنا بنتكلم ان القناه اسمها ايه؟ ندى تعلم مع ندى وقلنا الفنة. يعني مفيش رحمه اتكلمتي وهي اتكلمت، يبقى هي اتظلمت بقى.
عايز اسمع صوتك بقى. البنوته القمر مظلومه. عايز اعرف بقى رده الفعل بقى. انت كلمتيني بعد الحلقه وانا مبسوطه قوي، وانا على الرغم ان انت ما طلعتيش كتير بس كان باين الفرحه من عينيكي في الحلقه جدا كتير. ايه اكتر حاجه بسطتك في الحلقه؟ ان انت كنت معايا والله، وانا كنت مبسوط بيك يا دكتور عمر، وانا بحبك قوي، وكلهم كانوا فرحانين، وست طلعت تزورت وتنادي وتقول وانا ولاد ابني طلعوا على التلفزيون، وكانت فرحانه جدا. انتوا بجد بنات تشرفوا، وانا ده اللي انا الرساله اللي انا نفسي اقولها لكل الناس في الاماكن الريفيه وفي الاماكن البسيطه، ان البنت ممكن تشرف اي حد، البنت زيها زي الولد، ما دام انا علمتها وحطيتها على الطريق الصح هتشوفوا النماذج الطيبه دي في مجتمعنا، واحنا بصراحه ده اهم حاجه في هو والمجتمع، ان هو وهي والمجتمع. اسمح لي. هو مش هو ده اللي هو الضيف او هو ده، احنا بنتكلم هو ده هو اي شخص داخل المجتمع، وده اللي احنا عرفنا بيه حتى برومو نفسه بيقول مين هو. مظبوط. فاحنا بنتكلم مش هو ده، احنا البرنامج ذكوري، لا يا جماعه احنا البرنامج مبسوطه ان ما شاء الله هم بنات. والدليل على كده ان حضرتك معايا. ايوه. وان كمان اللي احنا مستضيفينهم معايا. خلاص بص البرنامج بقى انثوي يعني. ده دليل قوي جدا. ايوه. طبعا اتكلمت عن صعوبات. ايه الصعوبات اللي قابلتكم؟ هل في الانشاء بتاع القناه، ولا هل فيما بعد، ولا هل في حقد، في غل، في، عايزين نفهم كل ده. هو طبعا اول صعوبه بقتنا ان احنا كنا اول مره ان احنا نقف قدام كاميرا، اكيد كان في توتر، اكيد كان في يعني خوف. طبعا بعد مره واثنين وثلاثه بابا بيشجعنا قبل ما نعمل اي حاجه، بروفلات، تمرين دوما، نشرح يعني بنعمل بروفلات كتيره، يعني نذاكر درس مره واثنين وثلاثه عشان نطلع زي ما انت شايفنا حالا يعني متقدمين ونطلع باحلى صوره. تمام. واكيد طبعا زي ما قلت اكيد في ناس بتتمنى الخير، في ناس طبعا مش عاجبها مثلا، مش غيره بقى، الغيره ان انت تعمل زي الشخص، تعمل زيه، دي الغيره. اما الحقد ان انت مش مطمن له اي حاجه، وانا يعني صراحه يعني هو مجرد ان هو يوقعه وخلاص. يعني مش ان انت تعمل زيه وتبقى زيه، لا انا بقى حاقد عليك كده بقى. تمام. حسيت بطعم النجاح؟ جدا، وبالدليل على كده ان انا معاكم حضرتكم ومشرفيني، وانا مبسوطه جدا معاكم والله. والله منورينا بجد. وانت كمان رحمه. انا شايفك والله، شايفك ممثله كوميدي ما شاء الله ملهاش حل في الكوميدي. انت فكرينا كده، انت كنت بتطلع معاهم في المسرحيات بتعملي ازاي؟ بعمل كده. اوعي اوعي تحولي بجد. طيب كده انا خاف عليكي. انتوا عملتوا انت طول الحلقه بتبقى مبسوطه كده معايا ما شاء الله، كده عماله تبصي كده، يعني انا بص بعيد الاقيكي عماله تبصي لي وتضحكي عشان بتحبك. انت انسان محترم جدا، وبنحبك، وبنحب الاستاذه سمر قوي، وانا بحبك قوي، وتشرفت بحضرتك قوي قوي قوي. ده احنا اللي تشرفنا بيكم والله. بصي الكلام ده كبير علينا والله، يعني ان انت تبقي فرحانه ان انت معانا، ده في حد ذاته نجاح لينا وللبرنامج وللاستاذ عمر في الاول وفي الاخر. انا بحبكم قوي، انا ما اول ما شفتكم حبيتكم جامد. جامد جدا. جامد جدا. انتوا عملتوا رايا وسكينه؟ ايه اللي حصل؟ ليه المفعول المطلق مع رايا وسكينه؟ يعني انتوا تعرفوا منين رايا وسكينه اصلا؟ اتفاجئتي ازاي؟ شوفي بقى احنا وصلنا ايه، خلينا رايا وسكينه يشرحوا بقى المفعول المطلق. يعني كنت بتتوقعي حاجه زي كده؟ لا طبعا. احنا بخلينا رايا وسكينه شرح المفعول المطلق. طبعا التعليم زي ما كله عارف يعني ان هو صعب تقيل. احنا بقى فكرنا ان احنا نعملها كمسرحيات، كاسكتشات بتضحكونا بصراحه، وبتعلمنا نقدم المحتوى ولكن بطريقه يسهل ان تضحك وتفيد بقى، وفي نفس الوقت يعني بنهزر ويبقى دمنا خفيف وبنضحك وبنلعب، بس مع بس بنحترم عقليه المشاهد. ان احنا ما بنقولش كلام اسفاف، ما بنتكلمش في اي حاجه. حضرتك احنا ناس كتير جدا قالوا لنا انت لو عملتي تيك توك اغاني حاجه زي دي يعني كنت اشتهرتي بسرعه. كان نفسكم تعملوا حاجه كده مش تعليميه؟ لا ما كنتش نفسها خالص صراحه. طيب. احنا سمعنا ان انتوا المفروض ان الاداره التعليميه هيبقى فيه تكريم ليكم. احنا بنشكر مدير الاداره جدا، مدير اداره التفيح استاذ احمد عبد العزيز، واحنا بنوجه له كل الشكر، بيطمن علينا قوي. بيطمن علينا كل يوم، ووعدنا ان هو يكرمنا
ومجهز لنا يعني حاجه كده، واحنا يكون في عونه يعني ان هو مشغول وكده يعني، فاحنا بنوجه له كل الشكر ان هو طبعا كل يوم بيطمن علينا وكان بيشجعنا وكان بيحفزنا حبيبنا والله. طيب هو معانا على الهاتف الاستاذ احمد عبد العزيز المدير العام لاداره التطفيح التعليميه بمحافظه الجيزه. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا اهلا بيك، مساء الخير عمر بيه. اهلا وسهلا بحضرتك، تعبين حضرتك تح معانا تح. يا باشا الله يخليك. احنا حبينا بس ان انا او يعني اسمع حضرتك البنات بيقولوا ايه، هم ما يعرفوش ان حضرتك معايا على المكالمه يعني. اتفضل يا باشا. اولا كل التحيه والاحترام لحضرتك، وانا بس انا في الشارع مش عارف من ضيوف حضرتك. احنا معانا منا ورحمه ندى وندى. يا اهلا وسهلا، اهلا ببناتنا الحلوين. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا بشكرهم طبعا للظروف دي، ان هم جعلونا النهارده نتقابل النهارده مع شخصيات محترمه زي حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. الناس المميزه دي هي، وانا بصراحه حاولت ان انا اتصل بيهم اكتر من مره، وكلمت والدتهم وكلمت باباهم، وان شاء الله انا في رايح عندهم المدرسه باذن الله ان شاء الله لتكريمهم واظهارهم قدام زمايلهم بالنوعيه المميزه والمحترمه دي هي، وخاصه ان هم فعلا بيبداوا بيشتغلوا تعليمات الوزير، زي معالي الوزير بقال الشغل ازاي اونلاين وازاي بنجهز، وهم فعلا بداوا في النشاط اللي هو بيشكل شخصيه الطالب نفسه او شخصيه التلميذ نفسه. فانا بحييهم من هنا، بحييهم وبحيي الاسره الفاضله، الاسره المحترمه اللي هي ورا النماذج المشرفه دي. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا جدا على اهتمام حضرتك بيهم، واحنا دورنا ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات الموجوده على اساس ان هو يبقى نموذج يحتذى به. احنا لينا دور وحضرتك برضو ليك دور، وطبعا يعني كان على ما يرام، واحنا بنشكر حضرتك جدا جدا طبعا يا فندم. لا بس طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك وبشكرهم مره ثانيه، وبشكر حضرتك ان انت واقف ورا النماذج المشرفه والنماذج الشبابيه دي، لان بالفعل هم دول مستقبل الوطن ان شاء الله يا فندم. شكرا شكرا لحضرتك استاذ احمد عبد العزيز. شكرا، مشكور جدا 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 يعني، وفعلا بيطمن علينا دوما، بيقف معانا دوما وعمره ما اسقف اي حاجه. حضرتك فعلا زي ما قال، اتصل على والدي والدي ماما وبابا وسال علينا، وانا نفسي دوما كده ان هو يشجعنا، يقف جنبينا دايما ويفضل تشجيعه باستمرار. وانا جدا مبسوطه جدا، وربنا يديك العافيه والصحه يا رب، ويبارك في حضرتك امين يا رب العالمين يا رب. واشكرك جدا 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 على سعي صدرك. اتحمستوا اكتر بالتفاعل اللي حصل ده، ان كل الناس بتشكركم. حصل ايه كمان تفاعل من على القناه بتاعتكم؟ عايزه اعرف. اتحمسنا جدا ان احنا نقدم حاجه افضل واحلى ونتقدم الى الامام، وطبعا جمهوري بشكرهم جدا جدا، واي حد كتب لي كلمه حلوه، وانا فعلا لقيت رد فعل كمان من الجمهور ان هم كانوا فرحانين جدا جدا. وحضرتك كان في ناس من الجمهور بيقول ايه، واحد كتب لي ايه تعليق، تمام، الامارات، بيقول ايه التعليق ده حفزني بجد بجد، فرحنا كلنا، حسسني ان انا قدمت يعني، حسيت بمجهودي وتعبي وان انا قدمت حاجه لمصر صراحه. قدمت رساله كويسه. بيقول لي ايه، يسلم اهل مصر بيكم. انا كنت مبسوطه جدا جدا. وفي ناس كتيره بتقول لي، واحد برضو كتب لي برضو كومنت بيقول لي ايه، انا ما عنديش ولاد ولا بنات، بس نفسي ابقى عندي بنات يبقى زيكم. ما شاء الله بجد، انتوا تستاهلوا كل خير فعلا. شكرا ليك والله، سلطوا الضوء على نماذج ايجابيه زيكم، انتوا تستاهلوا كل خير يعني، ربنا يعلم. انا من اول ما شفتكم في الحلقه اللي فاتت بعتبركم اولادي. الله يخليك. وده فعلا يعني مش مجرد كلام يعني، ربنا، انا لما جيت شفتكم النهارده تاني انا كنت خلاص بقى يعني ان هو حد والله. انا بص مستر عمر نسينا خالص ودخل خلاص، انا عايز صور معاهم وحشوني، لقيته زي بناته بالظبط. بجد انا بحبه جدا، وهو شخص مبتسم دوما كده وبحبه قوي. ربنا يخليك. طبعا احنا بنقدم المحتوى بتاعنا
ويقدم ابتدائي واعدادي. طبعا انا بشرح الابتدائي واختي ندى بتشرح الاعداديه، وخلصت الاعداديه كلها نحت. طبعا انا بشرح رياضه، خلصت رياضه يعني خلصت وحدتين، لسه هنخش على هندسه ان شاء الله. الله يقويكم بصراحه. الموضوع مش سهل يعني خالص. مش سهل. بشرح طبعا نحو، وخلصت النحو كله، وبشرح بقى المتابعين ما شاء الله طلبوا مني ان انا اشرح بقى الخامسه والرابعه وبشرح. طيب احنا عايزين بقى نوري الساده المشاهدين بقى ده، فاحنا معانا فيديو، هنشوف الفيديو كده ونرجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد مع ندى ومنى ورحمه البنا. رحمه بقى اللي دايما مظلومه معانا. انت ليه شايفه نفسك في التمثيل كده؟ ليه حاسه كده ان شاء الله تبقى ممثله بارعه؟ اصل انا من صغري كنت بحب التمثيل. من صغرك ايه؟ هو انت عندك كام سنه؟ ايه من صغري دي؟ من صغري دي بقى حد يقول عنده 50 سنه وحد. انا كنت صغيره جدا. كنت صغيره جدا؟ من اول ما اتولدتي كده؟ يعني كده. يعني متوسطة شوية. متوسطة مش صغيرة. ايوه صغيرة اوي. حوالي 3 سنين كده. ممكن نسيبها بقى تتكلم بقى. اكتبي مظلومة بقى. معاكي. كنا بنلم اصحابي ونلعب، حتش كمان في المدرسة. بنلم اصحابي ونعمل مسرحيات وبلعب، والمسرحيات جميلة عشان كده
انا حبيت التمثيل. حاسه كده عايزه تنطلق انت في التمثيل كده يعني ان شاء الله يجي لك فيلم كده، يجي لك مسلسل، يجي لك مسرحيه كده. حابه مثلا تمثلي مع مين؟ يعني مين كده حاسه ان انت لو انت وقفت قدامه ومثلتي كده كده خلاص انا كده مش عايزه حاجه تاني؟ مسرح مصر. في مسرح مصر؟ اه تمام. مع الفنان اشرف عبد الباقي ولا حد معين؟ فين؟ مع مين؟ حمد المرغني. المرغني مرغني. طيب لو الدور بقى شايفه نفسك في دور ايه؟ هتقومي بدور ايه؟ ايتها دور؟ يعني تعرفي تكون معاهم، تعرفي تمثلي اي حاجه صح؟ يعني احنا مثلا لو قلنا لك هتمثلي دلوقتي على الهوا تعرفي تمثلي؟ بس انا مش عارفه امثل ايه. ايه اي حاجه انت، اي حاجه انت عايزاها. مش عارفه. احنا ممكن نمثل مسحتها وسكينه. وانتوا قاعدين؟ احنا قاعدين. طب ما تورينا كده. يلا بينا. استنى بقى نقمص الشخصيه. يا مسهل الحال. نقمص كده كده قد ايه؟ ايه؟ قد ايه؟ لا خلاص انا ثواني. مسهل الحال ومسهل. يلا نبدا. ابدأي. ما تيجوا معانا نعرفوكوا قاعدة مهمة. يلا يا اختي يا ري، السوق واقف ومفيش ولا مليم. عندك حق يا سكينة يا اختي، الواحدة خلاص. انا نفسي اكل اكلا واشرب شربا واتفسح تفسيحا. تفسيحا؟ في حاجة اسمها تفسيحا، اسمها تفسح فسحاتا. اسمعي يا بت يا ري، انا عندي خط. قولي يا اختي سكينان. احنا نفكر تفكيرا ونخطط تخطيطا ونشوف واحده كده يكون معاها شويه ذهب نسرقوها سرقه. عندك حق يا ري يا اختي، بس الحكايه دي يا سكينانه يا اختي ما فيهاش خطوره. انا خايفه للحكومه تكتشف السرقه دي اكتشافا ويقبض علينا قبضا ويضربونا على قفانا ضربا محترمه. اتوكسي يا شيخه وكساتا، انت اي حاجه تبوظها لنا تبويظه. عندك حق يا سكينانه يا اختي، في شغلنا ده لازما ما نخافش خوفا. يا ست انت وهو اللي انت بتهببوه ده، اللي نشربه شربا ناكل اكله نتفسح وتفسيحه، انتوا مجانين؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده اصلا؟ اهلا بيك يا شاب، ما تستغربيش، كنا بنتدرب على المفعول المطلق. وان شاء الله المفعول المطلق. تعالي معانا واحنا هنعرفوكي. يا اخت عليها بقى والحاجات دي بقى. انا مبسوطه جدا. انا خفت يا جماعه، انا لابسه فرصه مش ذهب. يوبا توقعت معايا وسكينه هتشرحي المفعول المطلق. بصراحه والله وصل جدا. احنا ممكن احنا كناس كبار نسينا يعني ايه مفعول مطلق. انتوا وانتوا بتعملوه بالطريقه دي بجد خلتوني خلاص حفظته. انا بشكر المخرج محمد كيلاني، بشكر المخرج محمد كيلاني جدا جدا. احنا ما كناش منسقين ان احنا نعمل اللي حصل ده، هو جابهم كلكم طبعا قدامكم كلكم على الشاشه هم الثلاثه، فانا بشكره طبعا. شكرا. واحنا كمان بنشكره قوي. انا مبسوطه بادائكم، انتوا بجد بتمثلوا حلو قوي. يعني عندكم انت قمر، انت قمرين. اتفضلي استني ثواني ثواني رحمه. قولي لنا في القناه، فعلت لنا الجرس. قناتي اهم حاجه. قناتي انا فعلت. تعالى مع ندى ومنى البنا. طب انا اشتركت. وانا اشتركت. وحنين عمر اشترك. المخرج اللي بيصور ده اشترك ولا لسه؟ بيقول لك اشترك. هيشترك. استاذ محمد كيلاني المخرج. استاذ محمد كيلاني. لا بيصور؟ احنا عايزين بقى نساله. ماشي. نسأل. قولي له طيب الاستاذ اشترك ولا لسه؟ سأل. هو اكيد ان شاء الله هيشترك النهارده. بعد اشتركت ولا لسه؟ اتعلم. مع ندى ومنى البنا. اتعلم. مع ندى ومنى البنا. مفيش مستحيل. يا سلام. تابع قناه تتعلم مع ندى ومنى البنا. وانت هتستفيد. احنا عاملينها كاعلان كده. مبسوطه. هو حقيقي هيستفادوا، هيستفادوا من جمالكم والطريقه اللي انتوا بتقدموا بيها. انتوا بتقدموا محتوى ورساله هادفه جدا بجد، بس بطريقه خفيفه عارفه تدخل قلبنا وقلب الاطفال كلها. انا بحييكم بجد. ورادة كمان برضو بتشرح لإعدادي. بشرح لإعدادي، بشرح لغة عربية وبشرح إنجليزي. لغة عربية شرحت نحو الصف الأول الإعدادي كاملا، وشرحت الصف الثاني الإعدادي كاملا. انت في سنة كام يا ندى؟ أنا في تاني إعدادي.
شرحتي بقى بعد تاني اعدادي؟ اه شرحت ثالثه اعدادي. ازاي يا ندى؟ خلصت ثالثه اعدادي. ما شاء الله عليكي. اللي فات مش قلت لك كان باقي درسين وخلصت؟ استني عشان الموضوع ده مهم قوي يا ندى، معلش عشان طيب احنا كل الاطفال. 66 فيديو بقينا 73 فيديو. بسم الله ما شاء الله وبقينا 20,000 مشترك. طيب احنا عايزين بقى الاعداد بقى بتاع المشتركين زادت بعد الحلقه اللي فاتت؟ اه كانت 16 دلوقتي بقت 20. ما شاء الله يعني 16000 دلوقتي. انا كمان عايز مصر توصلني المليون بقى. مصر ام الدنيا والله. مصر ام الدنيا وعايزاها مصر كلها تشترك لي في القناه. انا مش هيشترك. تزعلي منه جدا؟ محدش يقدر على زعلك يا رحمه بجد. جدا جدا جدا. كان في رساله عايزه تقوليها؟ اه انا في اللقاء اللي فات كان ليا رساله، كان رئيس عبد الفتاح السيسي تمام، وكان نفسي طبعا ان هو يشترك لي في القناه، وكان في برضه رساله وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، واكيد اكيد اللي انا متاكده منه لو هو سمع صوتنا وسمع وشاف المحتوى اللي احنا بنقدمه وطبقنا اللي هو نادى بيه، اكيد اكيد هيقف جنبنا وهيشترك لنا في القناه، وده اللي انا متاكده منه عشان احنا عملنا المحتوى. اكيد هيدعموكوا لان انتوا بتقدموا حاجه كويسه جدا. في الوقت الحالي في ازمه كورونا احنا دلوقتي عايزين كل الناس تتعلم عن بعد، عايزين نقعد في البيت ونبقى واخدين بالنا من نفسنا واطفالنا يتعلموا بالطريقه دي. عايزين كان الاول صعب. في الفتره اللي جايه ان شاء الله برضه هيبقى في دور فعال لطبعا الاعضاء في مجلس الشعب، عشان كده معانا سياده النائب محمد طه الخولي نائب دائره ابشوي يوسف الصديق الشواشني. اهلا بحضرتك معالي النائب. هنا اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. برحب بحضرتك يا فندم ببرنامج هو المجتمع. احنا يا فندم من ضمن طبعا الاهداف بتاعه البرنامج تسليط الضوء على الايجابيات الموجوده في المجتمع، واحنا معانا طبعا نموذج ايجابي موجود على ارض الواقع احنا بنجيبه لتاني مره في البرنامج. هل لو احنا هنتكلم عن حزب ومستقبل وطن او دور النائب في كل دايره ازاي ان هو يدعم يعني زي الحالات اللي موجوده عندنا دي؟ معايا حضرتك؟ طبعا معاك. الحقيقه انا بنموذج حضرتك ده نموذج مطلق من احسان شباب المستقبل، ونتمنى يا رب دايما كل شباب واولاد مصر كلهم يبقوا العاج المستقبل. ده مستوى مختلف جدا، عندنا الحزب بيدعم الفنادق وبيدعم الشباب في كل المجالات من خلال البرامج اللي بتقدمها ومن خلال الافكار اللي بتقدمها، ونتمنى يا رب حاجات الاساتذه موجوده كتير عشان الدعم ده. احنا يا فندم دورنا ان احنا بنظهر ده. المطلوب يا فندم ان هم عشان يوصلوا لحضراتكم عن طريق الحزب يعملوا ايه يا فندم؟ الحزب مفتوح. حضرتك احنا متواجدين بصفه دوريه من خلال الحزب، موجودين في مقرات الاحزاب في صفه اسبوعيه، بنتلقى من اي حد اي فكره او اي مصلحه او اي مشكله، وبنحاول ندعمه من خلال ان احنا بنوصلها للجهات المسؤوله، وبنفضل مع الفكره لغايه ما توصل ل ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. هل يا فندم ده كان من ضمن اهداف البرنامج الاجتماعي بتاع حضرتك، البرنامج الانتخابي، ان انت مثلا من ضمن الاهداف بتاعته ان انت حضرتك تدعم نفس الشخصيات اللي معانا دي؟ ندعم تدعيم وتنميه ونوصلها للجهات المسؤوله اللي هي تتبنى الفكره وتدعمها وتنميها، ده دور طبيعي. تمام طبعا احنا الحزب دوره بيقوم بدور داعم جدا للكوادر وللشباب وفي افكارهم، وبيتبنى افكارهم، وممكن يبقى لهم كمان رؤى في مشروعات ضخمه جدا تنمي الاقتصاد، تنمي التعليم، الصحه، وحاجات من دي بدون حزب يتبنى كل الافكار وبيساعد فيها. بنشكر حضرتك سياده النائب طبعا، وبنقدم لحضرتك الشكر. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. ايه رايكم؟ يعني حتى الاعضاء مجلس الشعب برضو حابين النموذج. والله دي حاجه تشرفنا جدا، واحنا مبسوطين جدا، نفسنا الدعم من كل واحد بجد، ومبسوطين جدا، نفسنا التشجيع، وبجد مبسوطين جدا، يعني مبسوطين جدا الصراحه. يا رب دايما كده.
طيب شايفين بقى ايه اللي انتوا المفروض تعملوه في الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله؟ طبعا بعد الحصه ده احسن مع احسن مع احسن نتقدم. احنا عايزين نتكلم ان بقى في مسؤوليه عليكم دلوقتي، ان احنا الاول احنا كنا بنتكلم في سياق احنا دلوقتي بدانا ان احنا نظهر للنور، بدانا ان احنا العين هتبقى متسلطه علينا، بدانا ان احنا اي خطا هيبقى الناس هتشوف خلاص بقى هتركز، فاحنا محتاجين ان احنا نمشي في نفس الطريق بنفس الاتجاه. هل انتوا باصين لده؟ اكيد هدف، احنا حاطين هدف على السطور. ايوه هدف قوي، لازم طبعا ان احنا نطلع الاوائل ده على المستوى الدراسي. طبعا نفسي هل انتوا كنتوا من الاوائل في السنوات اللي فاتت؟ طلع كام على المدرسه؟ بطلع على طول، انا بقفل الدرجات كلها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق وندا. دايما يا رب ما شاء الله ورحمه، اللهم بارك. انا كنت في اولى. لا يا رحمه دلوقتي بنقول شكلك نفسك. رحمه انت شكلك بتحبي تلعبي يا رحمه صح؟ اللعبه ايه بقى؟ كوميديا وكده بقى. ايوه بقى ده اللي بحبه. طبعا انتوا شرفتوني ونورتوني ببرنامج هو المجتمع. لو عايزين بقى نوجه رساله بقى للايه للبنانيت والولاد اللي في سنكم هنقول لهم ايه؟ هبدا الاول معاكي وبعد كده هاخد كلمه منها وبعد كده العسل بقى في الاخر. ان هم ما يستسلموش ابدا، واي صعوبه تواجههم يقفوا قدامها، ويستعملوا طبعا احنا في ازمه كورونا اكيد دلوقتي كل بيت عنده انترنت، ويستعملوا الانترنت في الايجابيات يعني يستفيدوا منها. احنا عاملين محتوى محترم ومفيد، وطبعا كان لينا هدف في المحتوى ده في الاول وفي الاخر يفيدنا احنا، وطبعا عاملين اصدقائي وزملائي برضو يستفيدوا منه. طبعا زي ما قلت لك انا بشرح اللغه العربيه وبشرح الانجليزي، انا عندي الانجليزي بجد طبعا بشرح فيه الازمنه، وطبعا الازمنه دي مش مرحله محدده، لا لجميع المراحل. تمام انا بشرح فيه ايه مثلا؟ مش التكوين بس، لا انا بشرح كل جزء، التكوين والاستخدام وعندنا النافيه واسلوب هل واسلوب ادات الاستخدام. اكيد هيستفادوا من كل ده باذن الله. طبعا هيستفيدوا من كل ده، وهم طبعا محتاجين، وطبعا في امتحانات وفي دراسه، واكيد هيستفيدوا. حابه الكل ان هو يتابعك ان شاء الله الفتره اللي جايه. وانا كطفله يعني تلميذه او طالبه زيهم اكيد هيستوعبوا ان شاء الله. اكيد منا عايزه اقول لكل الاولاد وكل البنات، طبعا احنا ياما ما صعوبات ما استسلمناش، ما صعوبات قابلتنا ما استسلمناش، والحمد لله وصلنا لكده ان احنا معاكم دلوقتي ما شاء الله. انتم منورينا، مبسوطه بطريقتكم، وان انا حاسه ان انا قدام ناس كبار حقيقي مش اطفال. ربنا يكرمكم يا رب. انا عاوزه اقول لهم يعني اللي مش معاه فلوس وكده يعني قصدك تقولي ان الفلوس مش كل حاجه؟ عايزين نسمع. ايوه بعد اللي مش معاه فلوس بقى يعني مش شرط يكون الانسان معاه فلوس عشان يقدر ان هو. انا عاوزه اقول لكل الاطفال ان هم يعني في عيال كتير بتلعب وكده. طب ليه يعني؟ ما انت كنت لسه من شويه كنت بتقولي انا كنت بلعب، ولا انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ بس نبذه من الدراسه. هي لسه تفضل. عايزه توصل حاجه بس مش عارفه معاك. انت عايزه مش عارفه اقول ايه. طب قولي لي وانا هحاول ان انا اوضح. يعني انت عايزه تقولي يا جماعه ان اللعب مش كل حاجه، وان الفلوس مش كل حاجه، وان سهل ان الواحد يوصل للهدف بتاعه بحاجات بسيطه. يا سلام. انا عايزه اقول للاطفال يعني ماما تقعد تقول ذاكروا 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 ذاكروا. طب ليه يعني؟ طب ليه ازاي؟ انا بجيب التليفون وانا كنت صغيره، وماما كانت بتجيب لي الموبايل تجيب لي عليه الف بي بقى، بتقعد بقى زي الاغاني كده. ايوه تعليم بطريقه مش مباشره يعني زي كده طريقه لذيذه. انت قصدك ان احنا نستخدم التكنولوجيا في التعليم، نربط ما بين ده وما بين ده صح؟ ان ما يبقاش لمجرد ان احنا نمسك الموبايل عشان نلعب، لا ممكن ان احنا نتعلم من مسكتنا صح كده؟ بردك ده لعب الف ب ت س ج ح خ. طب قولي لنا دلوقتي مين اللي بيذاكر لك ولا بتذاكري فين؟ انا؟ معنا الاعلاميه ندى هي اللي بتسالك النهارده. جميله والله يا ندى، اتفضلي يا رحمه. انا بجيب الموبايل ماما واقعد اذاكر عليه، ده اللي بعمله. اونلاين بقى يا جماعه. كويس ما شاء الله. طبعا انا بحاول ان انا ما اظلمكيش عشان انت قلت لي ظلمتيني المره اللي فاتت، بس انت اللي مش ايه، انت بقى مش عايزه تتكلمي، انت مكسوفه بقى معانا النهارده.
طبعا شرفتوني ونورتوني ندى ومنى ورحمه. انا مش بروح مدرسه خالص، كله اونلاين في اونلاين. عمري ما رحت المدرسه. طبعا بشكر حضراتكم جدا جدا. هنروح لفاصل وهنيجي برضو بعد الفاصل معانا برضو مبادره من مكتب الرواد للانشاءات الهندسيه، عامل مبادره كويسه جدا اللي هو بيقول عنده خصم 50% على جميع تقريبا بقى كل ما يخص المصالحات، كل ما يخص تقريبا يعني. اتفضلي. ندى، احنا كنا عاملين درس عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كانت هي عامله درس عن النبي، يعني استحسن انه كله يتفرج عليه يعني ويشاهده ان شاء الله. انه حلو يعني، وعايزه اقول ان شاء الله اشتركوا في قناتي ايه؟ اتعلم ندى ومنى الفنة، مفيش مستحيل. تابع قناتي. شكرا جدا، نورتونا. فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا ان شاء الله.